بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتح سموه أمس فعاليات المؤتمر العلمي العربي الدولي الأول الرياضة العربية بين الواقع والطموح، والذي حمل في طياته العديد من الجوانب العلمية والعملية التي تشهدها الرياضة العربية ومدى تطورها، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المحطات الرائدة التي سجلتها الرياضة العربية في البطولات العالمية. من منطلق اهتمام مملكة البحرين بالقطاعين الشبابي والرياضي، تم تدشين فعاليات المؤتمر العربي الدولي تحت مسمى الرياضة العربية بين الواقع والطموح، حيث جاء ذلك لإبراز المنجزات البحرينية والعربية، وأنها فرصة لعرض المحطات والمنجزات التي سجلتها مملكة البحرين في دعم الشباب والرياضة. البحرين مهتمة بالرواد القدامى ورواد العمل الرياضي ككل، والحمد لله التجمع من كل دول العربية ومن البحرين مجموعة كبيرة. المؤتمر ناجح من بدايته، الحضور كثيف، وهذا يعطي انطباع أن البحرين دائما سباقة في التنظيم العربي والرياضي. البحرين دائما هي السباقة، البحرين هي دائما من هالبدايات في كثير من المؤتمرات والدورات العالمية وأيضا الخليجية والعربية. اليوم مؤتمر رواد الرياضة الأول يقام على أرض مملكة البحرين الطيبة بحضور كوكبة من الخبراء، من العلماء، من الدكاترة، من العالم العربي جميعا، لمناقشة بين الواقع والطموح. وهذه أيضا هو موضوع هام جدا لبناء الرياضة بتقييم حالي ونظرة مستقبلية. كنا موجودين في السلك الأكاديمي نتطلع كثير لهذه النوعية من المؤتمرات على أساس نتواكب مع التطورات في العلم اللي موجود في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص. مجموعة من أساتذة متميزين قدموا أوراق في هذا المؤتمر، والأوراق فيها مواضيع حديثة اللي اليوم تلمس الواقع، سواء كان في التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية، علاقة الرياضة بالتنمية البشرية والاقتصادية، السياحة الرياضية. الواقع المؤتمر حقق عديد من الأهداف. الأوراق التي قدمت تعكس ما هو التطور التي تعيش مملكة البحرين، ونحن خاصة في عهد العهد الإصلاحي الذي توج في الرياضة واطلق عليه عصر الذهب. لذلك هذا المؤتمر اعتبره أنا تتويج حق رؤى سمو الشيخ ناصر على الرئاسة وكذلك سمو الشيخ خالد. من ضمن المحاور التي تناولتها الورقة اللي أنا قدمتها في الواقع هي عبارة عن السياحة الرياضية. جلالة الملك هو الرياضي الأول في مملكته، وأنجال كذلك هم الرياضي. هذه إحدى المقومات التي تبنى عليه السياحة الرياضية. نحن في مملكة البحرين نتميز أن لدينا 161 ساحل، لذلك يمكن نتميز بإضافة الجوانب في الواقع. البطولات والاجتماعات والدورات التي تحتضنها مملكة البحرين تعطي مؤشرات. مشاركات عربية احتضنتها مملكة البحرين لكونها أيقونة لكافة الاستضافات المثالية، وهو ما يزيد من خبرات الكفاءات البحرينية التي تؤكد دائما بأنها أهلا للمسؤولية، بعد أن سجلت البحرين محطات رائدة في استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية.